كلاهما مر، الحرب ودبلوماسية الحل السياسي المتعثر في اليمن. خطوات التوصل إلى وقف للأعمال القتالية بطيئة وأحيانا تنتهي بتراجع إلى الوراء. أهي ممكنة هذه المرة وسط كل هذه التباينات بين الأطراف؟ إذا كان احترام المواعيد صعب التحقيق، فماذا عن فرص تطبيق هدنة في بلد التصعيد العسكري فيه هو سيد الموقف؟ قالت الحكومة إنها حريصة على السلام وستبذل جهدها لإنجاح المشاورات المقرر إجراؤها في 18 من إبريل الجاري. وأكد رئيس الوفد التفاوضي وزير الخارجية عبد الملك المخلافي أن الحكومة أعدت خارطة المشاورات المقبلة تضمنت رؤيتها لتنفيذ القرار الأممي 22/16. اشترطت الحكومة ضرورة اعتماد الاتفاق المتوصل إليه في مشاورات بيل السويسرية والعمل وفق نتائجه، كما ربطت احترامها لوقف إطلاق النار بأن لا يتم استهداف المدنيين وفك الحصار عن تعز وتأمين وصول المساعدة الإنسانية. تصريح الحكومة تزامن مع الحديث عن إرسال 3 فرق أممية توزعت بين صنعاء والرياض والكويت لإعداد الترتيبات الأخيرة لاستئناف المباحثات. فحتى الآن لا يوجد أجندة واضحة للمفاوضات القادمة في الكويت ولا تقارب في وجهات النظر التي لازالت متباعدة كما في جنيف 2. لا يوجد أيضا اتفاق أو آلية لوقف إطلاق النار، عدا عن كون تصريحات المبعوث الأممي ولد الشيخ أحمد لا تنطلق عن معرفة واقعية بتعقيد وخطورة الوضع على الأرض. ذروة العجز أن تفشل الجهود الأممية والوسطاء الدوليون عن تكوين صورة واقعية عن الوضع وآليات التعامل معه. الواضح أن الحكومة متمسكة بالتطبيق الفوري للقرار 22/16 دون أن تملك الرؤية أو القوة لتطبيقه بالعنف أو بالسلام، فيما يبدو تحالف الحوثيون والصالح مصرا على الاستمرار في نهج القوة والغلبة. وحسب مراقبين فإن الحل العسكري أقرب إلى الواقع في ظل التحركات الجادة على الأرض في صنعاء والجوف وحجة، وسط التفكك والتأجج والشروخ في جدار تحالف الحوثي وصالح، علاوة عن تعنته في عدم القبول بتنفيذ القرار الأممي. أمام هذه التحركات تبقى فرص نجاح الحل السياسي ضئيلة، ومن المرجح أن تفضي إلى جولة أخرى من الحرب في حال استمرت الميليشيا على مواقفها المتصلبة وعدم ملامسة الواقع اليمني والشروع الجاد في تنفيذ القرارات الأممية.